مشاهدينا اهلا بيكم. الايادي العامله المدربه هي الهدف من اكاديميه الهيئه العربيه للتصنيع، المكان اللي تم تجهيزه على اعلى مستوى علشان يواكب التكنولوجيا العالميه. بندرب مهندسينا على الرقمنه، التحكم الذاتي، زي ممكن نعمل صيانه للمعدات والالات بتاعتنا باعلى تكنولوجيا متاحة. النهاردة بنعمل جولة مهمة مع حضراتكم في أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، مكان من الأماكن المهمة وصرح من صروحنا الوطنية. احنا الحقيقة كانت الهيئة العربية للتصنيع هي تعتبر من أكبر الجهات الصناعية سواء في مصر أو في الشرق الأوسط، وبالتالي كان لابد يكون لنا الريادة في نقل التكنولوجيا الرقمنة الصناعية. الرقمنة الصناعية تختلف عن الرقمنة الإدارية. الرقمنة في مجال الصناعة هي تحكم في خطوط الإنتاج، تحكم في منظومات التصنيع، بالإضافة إلى بروتوكولات التخاطب به من خلال الاتصالات. فكان الهيئة العربية للتصنيع لازم يكون لها السبق والريادة في أنها تعمل أكاديمية لتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة، في مجال التحكم الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع وخطوط الإنتاج. المكان ده هو أول وأحدث مركز تدريب على مجالات سي ان سي اللي هي تقريبا ام الصناعه يعني في مصر والشرق الاوسط او في افريقيا والشرق الاوسط. احنا هنا صراحه اللي عملناه جبنا احدث ما توصل اليه التكنولوجيا في مجال صناعه الماكينات، وعملنا مركز تدريب يواكب الموجود في المانيا واليابان. يمكن دكتور احمد الجوهري كان بيتكلم النهارده ان ده نسخه طبق الاصل من اللي موجود في اليابان في مصانعنا في اليابان واللي موجود في مصانعنا في المانيا هنا. المعمل هنا مسؤول عن تدريب المهندسين والفنيين على انظمه التحكم الصناعيه الموجوده تقريبا في معظم معدات وخطوط الانتاج في مصانع مصر. نظام انظمه تحكم انتاج سيمنز منتشره جدا في مصر، ومفيش للأسف تدريب على صيانة أنظمة التحكم بشكل كبير. فحرص هنا الهيئة العربية للتصنيع حرصت في إن في مركز التدريب ده يكون في معمل متخصص للتدريب على الصيانة وتصميم أجهزة أنظمة التحكم المختلفة. وتهتم أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بالخطط والبرامج التدريبية ومعدات التدريب الرقمية الحديثة، وتعمل على دعم مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي وفقاً لتطورات العلوم مع الالتزام بالجودة والدقة، كما تعمل على دعم المشروعات البحثية والابتكارات القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة. فريد إدوار، CTV.